حكايتي النهاردة حكاية بنتي، عندها 15 سنة. من أول ما بلغت وهي بتبقى تعبانة، وكانت بتصادفها كتير إن كل تقريبا شهر سخونية شديدة، التهابات في الغدد، آلام شديدة جدا، قيء مستمر. كانت الأول بتيجي معها كأنه نزلة برد، سخونية والتهاب في الغدد، قيء. كانت بتبقى زي ما بيقولوا طريحة الفراش، ما كانتش بتقدر تعمل أي حاجة، لا تخرج ولا تروح مدرستها ولا تقعد في وسطينا ولا تاكل. الأهم من كده إنها البنت كانت حالتها النفسية من زمان، ومع البلوغ بالتحديد كانت حالتها النفسية سيئة جدا. كانت على طول حساسة جدا، مش اجتماعية، ممكن اخواتها كلهم يبقوا متجمعين، اقل كلمة تتقال ممكن هي كانت تتأثر. كانت منطوية كتير، كانت بتزعل من اي حاجة، وبتتجنب ان هي تحتك باي حد، كانتش بتحب تخرج. الكل كان بيقول يمكن نقص مناعة فبتاخد دور برد معاها، بس لما الامر زاد وتحولت لالام متفرقة في بطنها، رجعت اروح لدكاترة تاني. برضو الدكاترة ما كانوش لسه عارفين، لحد دكتور جاني في البيت، لانها كانت حرارتها بتوصل ل40 وبيتعلق لها محاليل، فهو قال لي ان يمكن يكون عندها البطانة المهاجرة. رحت لدكتورة نسا، الحمد لله قالت لي دي لازم تبان بال4D، عملناها طلعت. بس كنت شفت معاها ايام صعبة جدا، وهي شافت ايام صعبة جدا رغم صغر سنها. انا شفت في اوضه العمليات اللي ما كنتش اتخيل اني اشوفه. جراحة كانت صعبه جدا، هي صحيح اتعملت بالمنظار، بس اللي انا شفته اتمنى ان مفيش ام تاني تشوفه، واتمنى ان مفيش ام تاني تاثر مع بنتها. ولازم تدور ولازم تسال وتستشير، وخصوصا المرض الجديد اللي انا ما عرفتوش الا مع بنتي من كام شهر، اللي هو البطانه المهاجره. علشان انا اكتشف ان بنتي صغيرة اللي عندها 15 سنة كان ال4D طلع انها عندها بطانة مهاجرة بس في الغشاء البريتوني، لكن بالمنظار اكتشفنا ان في جزء تاني ورا الرحم، اكتشفنا ان في اكياس على المبيض، وبعد كده لقينا ان في حاجة على الرحم انا مش قادرة اتخيلها، حاجة كده كانت انا حسيت انها ورم، في خلل، في حاجة كانت ظاهرة ظهور مش عادي. وشفته هو بيتعمل لها العملية، ممكن تكون بيئية، واحنا البيئة عندنا اتلوثت كتير، البلاستيكات والفومز والحاجات اللي بتستخدم بصفة دورية طول النهار وطول الليل، والمنظفات واللوشنز والحاجات دي كلها اكيد فيها كيماويات. من الواضح ان انا ممكن اكون اخدت الاصابة او بشكل ما ونقلتها لبنتي، بالاضافة لان بنتي من اول ما اتولدت كانت شوية ضعيفة ومناعتها ضعيفة، ما توفقتش ان انا ارضعها، فكانت البديل انها تاخد بيبرونات، وعرفت فيما بعد ان البيبرونات دي احد الاسباب، البلاستيكات اللي بتتغلي وبترجع تشربها او تشرب منها تاني، تكون كل تركيزها مع بنتها قبل فترة البلوغ وبمجرد البلوغ وبعد البلوغ، وتتابعها كويس قوي وما تسيبهاش تتألم وتقول ما كل البنات كده. فأتمنى ان كل ام تكون حريصة جدا انها تتابع بنتها، بانها تعمل سونار و4D وتعرضها على المسؤولين عن المرض الجديد دوت اللي اصبح منتشر بشكل هائل وجنوني، وسبب التلوث اللي احنا عايشين فيه.